جولة جديدة ما تبقى نطف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. لتورطها بغسيل الأموال والتحركات المشبوهة، بريطانيا تجمد أرصدة ابنة بشرى الأسد وتتوعد بملاحقة أنشطتها. أطفال تنظيم الدولة وعائلاتهم منفيون في معسكرات سوريا الديمقراطية أو مجردون من جنسياتهم في بريطانيا. وطرد من البيوت وتلميحات بتسهيلات الدعارة والاتجار بالبشر، لبنان يصعد من خطابه ضد اللاجئين السوريين. جمدت محكمة بريطانية جمدت رصيدة أنيسة شوكت ابنة بشرى الأسد على اسم جدتها، يعني أخت السيد الرئيس بشار الأسد. لماذا التجميد؟ لتورطها بعمليات غسيل أموال وتجيير حسابها لصالح الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على نظام عائلة الأسد. قبل 5 أعوام الأسرة الكريمة، هذه من أكرم الأسر التي مرت على العالم العربي. البعض يقول هذه الأسرة الكريمة، هذه الوجوه النيرة، أقمار في كبد السماء. هذه الأسرة لم تدمر سوريا، دمرت العراق ودمرت لبنان، وكان لها ضلع كبير في الخراب الجاري في فلسطين. هذه الأسرة، ما الذي بين هذه الأسرة؟ البعض يسأل، ما الذي بين هذه الأسرة وبين الأوليغارشية العالمية؟ ما الذي بين هذه الأسرة وبين الكوكب؟ البعض يسأل. قيل كثيرا عن هذه الأسرة، أنتجت كثير من الأفلام، لعل آخرها فيلم السلالة الخطرة، لكن البعض يقول ما زالت هناك قطب خفية كثيرة جدا في علاقة هذه الأسرة الكريمة العفيفة المحترمة بما يجري في الخراب في العالم العربي. قبل 5 أعوام منحت الداخلية البريطانية تأشيرة الدخول لأنيسة شوكت ابنة الدكتورة بشرى على اسم الجدة الفاضلة أنيسة، منحتها تأشيرة الدخول بغرض الالتحاق بإحدى الجامعات البريطانية. إلا أن وجود الآنسة أنيسة وحياتها المرفهة جدا أثارت استغراب المحيط وفقا لما نشرته صحيفة تايمز. الحكومة دققت في تحركاتها المشبوهة ثم تتبعت حسابها المصرفي، فوجدت أنه ليس حسابا شخصيا محضا، إنما صمم لأغراض أخرى.
محاكمة مهمة وخطوة قانونية لافتة هكذا البعض يراها، والتايمز تقول يعني قد تمهد هذه المحاكمة لمحاكمات أخرى من رجالات النظام أو عائلة الأسد الموجودين في بريطانيا. طيب، للحديث أكثر عن هذه المحاكمة معنا عبر سكايب من لندن المحامي إبراهيم العلبي، وهو مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني وأحد الذين حضروا محاكمة أنيسة شوكت. أستاذ إبراهيم، مرحبا بك. ما الذي شهدته في القاعة ولم تنقله التايمز؟ أهلا وسهلا. طبعا المحاكمة إحدى يعني خصائصها كانت، وهي تعتبر برأيي غريبة ولكن متوقعة، يعني هي موافقة أنيسة. هي طبعا لم تحضر بشخصها ولكن حضر المحامي عنها، موافقة أنيسة ومحاميها بشكل سريع جدا على مصادرة هذه الأموال، والإقرار أن يعني الموافقة على مصادرة هذه الأموال من قبل الحكومة البريطانية. وهذا برأيي إن دل على شيء، دل أن إن قامت أنيسة بمعارضة هذا القرار أو يعني طلب محاكمة والدخول بالتفاصيل، فهذا سوف يخرج على العلن الكثير من الخبايا التي تود هذه العائلة يعني إخفائها في لندن. ففورا عندما يعني تم تجميد الأموال وعرضت القضية في المحكمة يوم الاثنين أو الثلاثاء عفوا، فورا تم يعني تمت الموافقة من طرفها على هذا الأمر. طبعا طرح محاميها أيضا فكرة أن أنيسة لم تكن تدري أبدا يعني أن حسابها يستخدم لغرض أخرى. طيب أستاذ إبراهيم، يعني هي بهذه الحركة الموافقة السريعة وكأنك تقول تريد الالتفاف على القضاء البريطاني، هل ستنجح فيها؟ يعني هل استجابتها لهذه المحاكمة ستغلق ملفات أخرى فيما يتعلق بنشاطها المالي في لندن؟ لا، لن تغلق ملفات أخرى، ولكنها منعت إخراج بعض التفاصيل على العلن، لأن ما ظهر على العلن في الجرائد كان جزء مما تحدث به المدعي العام وتحدث به محامي الدفاع، وقد يعني اكتفى الإعلام بذلك. ولكن إن كانت يعني المحكمة استمرت لأيام أو لأسابيع في بعض الأحيان في قضايا المعقدة التي لها علاقة بتجميد الأموال، فالكثير من التفاصيل الأخرى سوف تخرج، والأسماء والصلات والعلاقات، وهو ما هو معروف في القضاء البريطاني أن هذه القضايا عادة ما تكون على الملأ. طيب، ويسمح للإعلام بتغطيتها. جميل. فبهذه الحركة هي يعني أرادت التغطية على إسكات الموقف. طيب الآن ما الذي سينتج عن هذه المحاكمة كخطوة أولى بحق أنيسة؟ ما الذي سينتج؟ طبعا الأموال تمت مصادرتها، التجميد تم في وقت سابق، ولكن هذه الأموال الآن تمت مصادرتها. نحن نتحدث عن 25 ألف جنيه استرليني؟ نعم، هو مبلغ رمزي، ولكن الرسالة التي أرادت الحكومة البريطانية برأيي إرسالها أنها يعني تحاول أن تفعل ما تستطيع، وطبعا هي تستطيع فعل أكثر من ذلك بكثير، لأن لندن هي مدينة معروفة يعني الكثير من الأشخاص الذين يريدون شراء أموال وعقارات وإلى آخره من كافة الأطياف السياسية حول العالم والتوجهات السياسية، وقد يعني اشتهرت لندن بهذا. طيب قضائيا ما الخطوة القادمة؟ ما الخطوة القادمة قضائيا؟ باتجاه أنيسة؟ نعم، هو انتهت الآن، لم يعد هناك شيء، الأموال تمت مصادرتها وانتهى الملف. لا، ليس هناك. هل هناك من يعني هل هناك مثلا من نية لرفع دعوى أخرى أم خلاص انتهى الموقف؟ يعني هذا يعتمد، يعني الدعاوى التي تحدث عنها هي دعاوى جنائية، وبالتالي هي تعتمد على رغبة الحكومة البريطانية في تحريك أمور أخرى، والحكومة البريطانية عادة ما تتحفظ على سرية هذه الأمور. ولكن هذا لا يعني أننا على سبيل المثال في البرنامج السوري نقوم نحن بتحريات خاصة وبتقديم الأسماء للحكومة البريطانية، بحيث أن يعني نقوم بالضغط عليها لتحريك بعض الملفات تجاه بعض الأشخاص وعدم السماح لهؤلاء مجرمين الحرب أو من يستخدمونه كوسطاء يعني لأن يجعلوا بريطانيا مكانا منا لأموالهم ولتبييض أموالهم. ولكن بخصوص هذه القضية فالقضية انتهت، ليس هناك بوادر أو أي علامات تدل. طيب فيما يتعلق بهذه القضية، يعني الأموال قيل لي استخدم هناك غسيل أموال لنشاطات أخرى، ماذا بخصوص هذه النشاطات الأخرى؟
طبعا مقالة الساندي تايمز تحدثت وأخذت هناك يعني اقتباس من الوزير المعني بغسيل الأموال، ولكن في داخل القضية تم الادعاء تحدث عن التهرب من العقوبات الأوروبية، أن هذه الأموال استخدمت من أجل التهرب من العقوبات الأوروبية، وهذا يعني أن هناك أشخاص وأسماء وأصول يعني على دراية بها الحكومة البريطانية، ولكنها لم تحرك هذه لماذا؟ يعني لن يتحرك شيء باتجاه هؤلاء الأشخاص المساعدين؟ طبعا قد يتحرك، نحن لا ندري، كل ما نستطيع فعله الآن هو الضغط وإرسال الأدلة وإرسال المعلومات للحكومة البريطانية، ويعني الضغط باتجاه هذا الأمر، ولكن هناك عدة أمور تأخذها الشرطة البريطانية قبل أن تحرك مثل هذه القضايا، منها مثلا قوة الدليل الموجود، القدرة على تحقيق نتيجة معينة في هذه القضية، تم هناك يعني تحقيق نتيجة معينة في كثير من القضايا. أستاذ إبراهيم، الوقت للأسف يداهمنا، يعني هل برأيك هذه دعوة قضائية أم فيها شيء من السياسة؟ هل هناك نية لدى الحكومة البريطانية أو عموم القضاء الأوروبي للتحرك بشكل قوي ضد النظام؟ طبعا عند تحريك مثل هذه القضايا الجنائية لا يكفي فقط خرق القانون، ولكن هناك مصلحة عامة يجب تحقيقها من تحقيق أي قضية جنائية، ويجب أن على المدعي العام أن يثبت أن هناك مصلحة عامة، والمصلحة العامة هي تأتي من السياسة ومن السياسيين ومن الواقع، وبالتالي نستطيع القول أن هذه الحركة هي حركة قضائية لأن هناك خرق، ولكنها أيضا تتماشى مع موقف بريطانيا تجاه الضغط على النظام السوري وأزلامه وكل الأشخاص الذين يتعاونون من أجل إدخال هذه الأموال الممزوجة بدماء الشعب السوري. شكراً. إلى بريطانيا. نعم، المحامي إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، كنت معي عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك. حذرت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف، حذرت 60 دولة حول العالم من استمرار رفضها لاستقبال أطفال مواطنيها المقاتلين في سوريا والذين وقعوا أسرى في قبضة قوات سوريا الديمقراطية. 29,000 طفل من أبناء المقاتلين في سوريا اليوم، هؤلاء يعيشون ظروفا شديدة سوء، إما بسبب التهديدات المستمرة على حياتهم وأمنهم، وإما لفقدانهم لعائلاتهم، أو لأنهم ببساطة مجرد أطفال لم يختاروا هذا الواقع. هذا الكلام وفق ما تقوله اليونيسف.
نشر موقع العربي الجديد تحقيقاً عن تصاعد سحب الجنسية في بريطانيا بدعوى المصلحة العامة. هذا الأمر قد يؤدي إلى تمييز ضد أبناء المهاجرين الذين ينتمون لأصول عرقية أو دينية محددة. عن العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومحامين مختصين ومسؤولين رسميين تنقل العربي الجديد معلومات تحقيقها. تبحث في الانتهاك المحتمل الذي يحدثه سحب الجنسية البريطانية من مزدوجي الجنسية، على الرغم من تصدر قضية شميمة بيغم ملف سحب الجنسيات في بريطانيا، إلا أنها ليست الوحيدة. الأرقام تتحدث عن سحب الجنسية من 81 شخصا في الفترة ما بين 2010 و2015. الجدل لا ينتهي في بريطانيا، الدولة التي تعيش أزمة سياسية تدور حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، وما صاحب هذا القرار من تبعات قانونية ودبلوماسية ما تزال تدور في أروقة الأحزاب البريطانية لتظهر قضية جديدة شخوصها أغلبهم خارج الحدود، وقصتهم تتلخص في قرار وزارة الداخلية البريطانية الذي أقر سحب جنسيات البريطانيين الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة وقرروا العودة لبلادهم، وهو ما بحثه تحقيق لصحيفة العرب الجديد. القانون البريطاني كيف ومتى؟ وفق التحقيق، فإن قوانين الحرمان من الجنسية في بريطانيا يتم لثلاث حالات، أبرزها تزوير في الوثائق المقدمة للحصول على الجنسية وهي الأكثر استخداماً، أو إخفاء حقائق مادية في طلب الجنسية. أما الحالة الأخيرة هي التي بحثت في تحقيق العربي الذي يقول إنه إذا رأى وزير الداخلية أن الحرمان من الجنسية يصب في المصلحة العامة، وهي الأوضاع المتعلقة غالباً بالإرهاب أو القضايا الخطيرة. شميمة بيغم، المواطنة التي انطلق منها الجدل. شميمة البريطانية الجنسية البنغالية الأصل التي أطلق عليها لقب عروس داعش، خلقت حالة الجدل المجتمعي في بريطانيا كما قال تحقيق العرب الجديد. فشميمة طلبت العودة إلى بلادها بعد هزيمة التنظيم شرق سوريا واعتقالها مع زوجها في منطقة الباغوز ونقلها إلى منطقة أخرى، حيث طالبت من هناك بإعادتها إلى بريطانيا، وهو الطلب الذي رفض، وأضيف عليه سحب الجنسية منها بصفتها مواطنة أيضاً في بلد أمها بنغلاديش، وهو ما فجر القضية. جنسية أخرى، سحب البريطانية منك. ما إن أعلنت الداخلية البريطانية سحب جنسية شميمة بيغم، حتى صرحت بنغلاديش بأن شميمة ليست مواطنة بنغالية ولن تسمح لها بدخول البلاد، لتطفو على السطح معضلة قانونية يحارب أهل بيغم ومحاموها من أجل إثبات بطلان سحب الجنسية، وهو الأمر الذي طبق في حالات سابقة وربما لم يطبق كما يقول التحقيق، ما يثير الجدل حول دقته من الأساس. سحب الجنسية، كيف تعاملت بريطانيا مع القضية خلال العقود الماضية؟ تطرق تحقيق صحيفة العرب الجديد لماضي قانون الجنسية البريطانية الذي سن عام 1948 وعدل عام 1981، لكنه لم يشهد سحب المواطنة حتى عام 2002 إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحول بعد ذلك لحصادة فيما عرف بقانون مكافحة الإرهاب الذي نفى صفة بريطاني عن نحو 40 شخصاً بين عامي 2010 و2015 أثناء استلام تيريزا ماي حقيبة الداخلية البريطانية، ليرتفع العدد عام 2017 إلى 150 حالة سحب جنسية لذات الأسباب. المستهدف الأساسي في مسألة هذه سحب الجنسية بمعزل عن المتورطين أو من قيل أنهم تورطوا في القتال مع الدواعش من نسوة
على الأقل يعني بين قوسين هناك العاملين في الشأن الإغاثي، ونحن هنا فيما تبقى صادفنا عددا من البريطانيين الذين عملوا في الشأن الإغاثي ونزلوا إلى سوريا. هؤلاء مهددون بسحب جنسياتهم، لم يتم سحب الجنسية حتى الآن، لكن حركت القضايا ضدهم وهناك توجه من الحكومة البريطانية في مسألة حرمانهم من الجنسية. هذا الأمر كذلك ينسحب بالنسبة لأطفال الدواعش الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية الموجودين الآن في سوريا، أطفال مواطنين بريطانيين قاتلوا مع الدواعش. أطفال كذلك ترفض لندن استقبالهم حتى اللحظة وتتركهم في العراء بعهدة الجماعة المقاتلين العالميين من أجل الحرية، فهي قضية متفاعلة. قامت وحدة من شرطة بلدية بيروت بطرد مئات الأشخاص من مبنى الآغا الكائن في شارع مدحت باشا في بيروت، معظم هؤلاء من العائلات السورية اللاجئة إضافة إلى عمال من جنسيات آسيوية مختلفة. مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يشي بكثير من المرارة التي هذا هو المقطع يشي بكثير من المرارة التي عانها هؤلاء عند طردهم من بيوتهم دون توجيه أسباب واضحة. تزامن هذا الطرد مع طرد آخر إنما لسوريين من مخيماتهم، حيث أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية قرارا يقضي بإزالة 14 مخيما للاجئين السوريين في منطقة عرسال، عدد المتضررين يصل إلى 1000 عائلة. يبدو الطرد أفضل بكثير من اتهامات غير أخلاقية نقلها موقع النشر اللبناني عن مستشارة وزير الخارجية جبران باسيل لشؤون النازحين، تزعم فيها السيدة المستشارة وجود أعمال منافية للأخلاق وسط مخيمات اللاجئين السوريين. علا بطرس مستشارة جبران باسيل لشؤون النازحين تقول لموقع النشر تقول إنها خائفة من عمليات التجار بالبشر تؤدي إلى انتشار الدعارة بين اللاجئين والتهريب بين سوريا ولبنان. طبعا السيدة المستشارة تحمل مسؤولية التهريب وبقية هذه الأعمال إلى اللاجئين السوريين مكملة سيرة رئيسها في العمل جبران باسيل الذي يقود الحملة العنصرية ضد السوريين بأمانة عالية وباحترافية عالية. كذلك مع مخاوف السيدة علا بطرس نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم. الأحد القادم بإذن الله 9 مساء توقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.
استاذ جاد، عندنا 384,000 من النازحين السوريين يعملون في لبنان، ما ادى الى خروج 270,000 من اللبنانيين من سوق العمل، 150,000 منهم بقطاع الخدمات. لبنان لن يكون بمأمن، عم بحكي كدوله، في حال بقاء النازحين السوريين هون. مبررات ظاهرها اخلاقي ومنطقي يهدف لحماية لبنان، وباطنها سياسة عنصرية متراكمة تجاه اللاجئين السوريين ساقتها وتسوقها علا بطرس مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين لتعود مجددا إلى المشهد من خلال دفاعها عن قرار طرد السوريين غير الشرعيين، لأنه سيخفف من الإتجار بالبشر والدعارة في لبنان، كما تدعي المسؤولة اللبنانية في تصريحاتها لموقع النشر اللبناني المعروف بتحيزه ضد سياسة اللجوء. بطرس تدعي أن طرد النازحين السوريين غير الشرعيين من شأنه أن يوقف تهريب البشر عبر الحدود السورية اللبنانية التي يسيطر عليها نظام الأسد وميليشياته أساساً، ما يعني أيضاً وقف الدعارة المترافقة مع تهريب البشر وفق تبريرات بطرس، لتستشهد بحادثة سابقة عثر حينها على فساتين سهرة داخل خيمة لنازحات سوريات لتخرج منها باستنتاجات وتحليلات أخلاقية، وتتساءل عن الغرض من هذه الفساتين دون أدنى دلائل ملموسة، وكأنها تحلل مسرح جريمة لا تناقش أزمة إنسانية. عنصرية غير مباشرة ربما تعرضها بطرس، ولكن سبقتها عنصرية فجة ومباشرة لا ينفك يستعرضها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، كان آخرها أخلاقيا أيضا، إذ عد أن النازحين السوريين يدنسون أرض الأنبياء والقديسين في تغريدة لاقت موجة استياء واستهجان من قبل لبنانيين وحقوقيين وناشطين، وسبقها عشرات وعشرات من التغريدات والتصريحات المعادية للاجئين ومحاولات عبر قنوات دولية للضغط باتجاه إعادة السوريين إلى حضن نظام الأسد. فهل يتجرأ أحد عتاة التيار المناهض للوجود السوري في لبنان بأن يكمل المعادلة ويطالب بإخراج الميليشيات اللبنانية من سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بيوتهم؟